فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشعر دائما بشيء من البول أعزكم الله وصل إلى العضو ولا أستطيع دفعه. استطيع إيش؟ ولا أستطيع دفعه. نعم. يقول: أشعر دائما بشيء من البول أعزكم الله وصل إلى العضو. إلى العضو. العضو. نعم. ولا أستطيع دفعه، وأشك هل خرج منه شيء أم لا، فهل هذا هو سلس البول؟ وإن كان فكيف يكون وضوئي وصلاتي والملابس التي أشك في وصول البول إليها؟ احذر من الوسواس، هذا ربما يكون من الوسواس، والذي يزيل هذا عنك أنك إذا فرغت من البول أنك تستبري منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تستبري منه، لأن تتأكد من انقطاعه، ثم إذا انقطع تستجمر أو تستنجي. وإذا حصل عندك شك بعد ذلك لا تلتفت إليه، ما دمت أنك استنجيت أو استجمرت بعد انقطاع البول نهائيا فلا تلتفت إلى الشكوك، اطردها عنك. نعم.